من الأشياء الأساسية اللي كانوا بيعلموها لنا كده في المراحل الأولى في الدراسة، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وخذ على هذا المثل الكثير من الأمثال بتدل على قيمة الوقت وأهميته في حياتنا. ولكن إحنا في أغلب الأوقات يعني بنعلق زي ما بيقولوا كده همومنا أو مشاكلنا على الظروف المواتية أو الظروف الحياتية المختلفة أو ضغوط الحياة هي اللي بتخلينا ما نعرفش ندير الوقت. في الوقت اللي احنا ما بنعرفش ندير فيه مصالحنا، لا كمان بنستغرب لما نشوف حد بيقدر ينظم وقته وبيقدر ينجز العديد من المهام، ونقول في الاخر نقول احنا عليه هو بيجيب وقت منين. اعتقد الوقت ليه دور مهم جدا وعامل اساسي مش بس في تقدم الامم، لا كمان في تقدم نفسك، في ادارتك لحياتك وامور حياتك اليوميه مع اولادك مع اهل بيتك في عملك في المجتمع بشكل كبير جدا. اعتقد فقره هامه هنعيشها دلوقتي مع حضراتكم عن مهارات اداره الوقت وازاي كل واحد فينا يقدر ينظم وقته بحيث يقدر يعني يمارس كل مهاراته، يخلص كل مهماته، ويحاول يحقق انجازات من خلال الاداره الجيده للوقت. ضيفي ان شاء الله في هذه الفقره دكتور منتصر العيايدي، اخصائي الصحه النفسيه وتخاطب اطفال. اهلا بيك يا دكتور وتحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين. كلنا طبعا بنسمع عن الوقت وبنسمع عن الحكم اللي بتدل على قيمه واهميه الوقت في حياتنا، ولكن في البدايه كده عشان نكون الناس ببساطه، مفهوم الوقت يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مفهوم الوقت هو معناه ازاي تدير الوقت، معناه ان في زمن بيتحرك قدامك، معناه ان في حاجه هتنتهي زي ما هي بدات لازم تنتهي. فالانسان لازم يكون فاهم كويس ان معنى الوقت معناه ان حاجه ليها بدايه وليها نهايه، وحضرتك بتعيش في النص، في لحظه البدايه حتى لحظه النهايه. في النهايه بتسال عملت ايه من البدايه للنهايه. ده معنى مبسط لمفهوم الوقت اللي بيتحرك من قدامك. فهل قمت فعلا بإنجاز خلال الوقت اللي اتحرك، ولا أنت كنت لسه مش فاهم يعني إيه وقت ويعني إيه لحظة هتيجي في النهاية وأنت لسه ما عملتش فيها حاجة؟ أهمية الوقت في حياتنا؟ طبعا الوقت ده شيء مهم جدا، شيء في منتهى الأهمية طبعا. ليه؟ لأن الوقت هو اللي على أساسه هتسأل، الوقت هو اللي على أساسه هيتم تقييمك وهتقيم نفسك هتقيم أدائك. ده محك رئيسي وأساسي صحيح على أن أنت عملت إيه. هتقول مثلا انا خلصت ثانويه عامه، طب خلصت ثانويه عامه في وقت قد ايه؟ لا اصلا انا ما كنتش مجتهد، فما كنتش بذاكر، فكنت دايما للاسف بشيل ماده وبرسب وكذا كذا كذا، فبدل ما تخلص ثانويه عامه في 3 سنين بتخلص في 5 سنوات. لا ده انا خلصت الجامعه في 7 سنين. لا ده انا اتجوزت وانا عندي 35 سنه، انا ما كنتش مجتهد اصلا، ما كنتش بسافر، ما كنتش بشتغل. لا ده انا تاخرت في ان انا اخد دراسات عليا او اكمل ماجستير او دكتوراه، خدتها على 45 سنه او 50 سنه، غير واحد خدها وعنده 32 سنه. فاحنا بنتكلم على اهميه الوقت من جميع النواحي، ولو جبناها من ناحيه الدين هنلاقي ربنا في كتابه الكريم بيتكلم في ايات كتير جدا وصور بيبدا فيها، بيقول عز وجل والضحى، بيبدا بالوقت والضحى، بيبدا والعصر، بيبدا بالوقت وقت العصر، بيبدا بالفجر والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى، عمال يذكر اوقات عشان يوري الانسان يا عبدي خلي بالك الوقت هينتهي. صحيح. لو رجعنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمنا عن الوقت واهميه الوقت، بيقول لك اغتنم 5 قبل 5، من ضمنهم فراغك قبل شغلك. لو انت عندك وقت فراغ الحق، لان بالتاكيد الوقت هينتهي ويجي وقت انت مشغول فيه. لو شفنا واحد زي مالك بن نبي، هذا الفيلسوف صاحب الجنسيه الجزائريه المؤلف العظيم، بيتكلم عن الوقت بيقول الوقت كالنهر يمضي من تحت جميع اقدام الامم. مين بقى الشاطر يقدر يغرف من الوقت ده؟ من اللي يقدر يرتوي من الماء ده، ماء الوقت؟ من اللي يقدر ينجز فيه حاجه؟ صحيح. ناس كتيره جدا بتكلمنا عن الوقت وتوضح لنا الوقت. كان في حد برضه من المؤرخين بيكلمنا عن اليابان، الناس اللي فهمت قيمه الوقت واهميه الوقت. صحيح. اليابان نموذج قدامنا، واحنا في لحظات بنقول للدوله، الدوله اللي بتحاول تنهض، اللي حطت سياسه بناء الانسان المصري، سياسة بناء الإنسان المصري إن لم تأخذ في اعتبارها إدارة الوقت كمفهوم لابد أن يزرع في عقول المصريين، يبقى احنا بنهرب. تعال نشوف النموذج، نموذج اليابان تنزل عليها قنبلة كادت أن تقضي على الأخضر واليابس. الموضوع اختلف لما قالوا يا نوصل يا ما نوصلش. طب نوصل إزاي؟ حطوا 3 محكات قدام عيونهم. المحك الأول هو الإنسان، وبعد كده الزمان، وبعد كده التراب. يعني إيه الكلام ده؟ الإنسان اللي هو العامل البشري، الإنسان نفسه، ازاي نقدر نطوره، ازاي نقدر نجهزه، ازاي نصنع من انسان مكسور نفسيا بسبب قنبله نزلت عليه، لانسان عنده عزه وعنده كرامه وليه هدف وبيحاول يسعى اليه.
والنقطة كانت الثالثة وهو التراب، يعني الموارد بتاعته. ما بين الإنسان وما بين الموارد حطوا الزمن اللي هو الوقت اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. إزاي في توقيت معين تصنع إنجاز معين؟ فهي الفكرة مش إزاي تنجح. صحيح. مش هو ده اللي يهمنا، اللي يهمنا النهاردة التميز في النجاح. أنا تميز لأن نجحت في توقيت مناسب ومثالي جدا جدا جدا. النهاردة لو جينا تكلمنا عن أهمية الوقت، هنلاقي الإنسان هيسأل كمان حتى يوم القيامة. يوم القيامة الإنسان رجع لربنا وبدأ يسأل أسئلة كتير جدا، ليه ما كنتش بتصلي، ليه ما كنتش، ليه ما كنتش، ليه ما كنتش، ومش هيمشي من أرض المحشر وسؤال قدام ربنا إلا لما يسأل أربع أسئلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أولا عمره، وديت عمرك فين؟ عمره فيما أفناه، ده من العموم. بعد كده ربنا عز وجل بيخصص، بيتكلم عن الشباب وعن شبابه فيما أبلاه، من العمر للشباب عمال يسأل عن كل لحظة مرت في حياته أنت. صحيح. عملت فيها إيه؟ دي أسئلة كتيرة جدا بتوضح أهمية الوقت عند الإنسان. أقسام الوقت بالنسبة للإنسانية. والله أستاذ عاصم النقطة دي مهمة قوي، لأن بصراحة إحنا من خلال أقسام الوقت نقدر نصنف أنواع الناس أو أقسام الناس في إدارة الوقت. التايم مانجمنت، ده التايم مانجمنت نقدر من خلاله نقول الله في ده في ناس كذا وفي ناس كذا. يمكن حضرتك قبل اللقاء كنت بتحكي لي وبتقول لي قد إيه في معاناة عند بعض الناس، وفي نفس الوقت في ناس تانية تستعجب إزاي أنجزت العمل ده النهاردة، إزاي رحت هنا وهنا وهنا النهاردة. ده لأن فعلا في أنماط تفكير بتختلف. صحيح. من شخص للتاني، وفي أقسام عند الناس. فلو جينا اتكلمنا عن الموضوع ده هنتكلم في خمس نقاط، خمس أنواع من الناس. النوع الأول واحد بنسميه شهيد الوقت. شهيد الوقت يعني إيه شهيد الوقت؟ والله علماء النفس علمونا بصفة دي، حد متخصص في علم النفس اللي جاءنا العلماء النفس لقيناهم بيقولوا لا، ده في واحد اسمه شهيد الوقت، ده راجل بينجز وبيعمل أعمال كتيرة جدا، بس ليه مسمينه شهيد الوقت؟ لأن الأعمال كلها مش ليه هو، وما اللي مين؟ للمجتمع. ودي حاجة حلوة، ميزة كويسة. الذكاء الاجتماعي زي ما بيقولوا عليه، وفي كتب اتعملت كتير جدا، تايم مانجمنت أو سوشيال انتليجنس، الذكاء الاجتماعي ده ازاي يكون واحد اجتماعي يسامح الناس، يحاول يقضي حاجات الناس، والدين بيأمرنا بكده انك تكون في حاجة الناس. ولكن مشكلته انه كل وقته في حاجة الناس. طب وانت؟ طب بيتك؟ طب اسرتك؟ طب ولادك؟ بتديهم قد ايه وقت؟ دراسة امريكية بتقول لنا ان الانسان اللي من النوع ده ما بيقعدش مع اولاده غير 3 دقائق في اليوم، ومع مراته او زوجته 4 دقائق. ده ربنا هيحاسبك على الكلام ده، ازاي ما بتقدرش تدي من وقتك لبيتك ولنفسك؟ فين المجد الشخصي؟ عملت ايه لنفسك؟ انت عمال تساعد الناس ورحت هنا ورحت هنا وعمال تقضي حاجات الناس، طب وانت عملت ايه؟ عمال تعلم الناس ازاي يحلوا في الامتحانات وانت ما حلتش، هم بينجحوا وانت ما بتنجحش، هم وصلوا لدراسات ودرجات عليا كتير جدا وانت لسه اصلا في ليسانس، طب ازاي؟ فده شهيد الوقت، ودي مستو، لكن ده عيبه في النهايه احنا بنقول عليه للاسف لازم يطور من نفسه. تمام. النوع الثاني ده بنسميه المتسوف المتوحش. ايه الكلام الغريب ده؟ والله من اول مصطلح كده بيتفهم، متسوف يعني مقضي حياته على انه فعلا عارف قيمه الوقت. يعني هو ما عندوش مشكله، هو عارف قيمه الوقت بتاعته، يعني هو مش بيضيع وقته كله للمجتمع، لا هو عارف قيمه وقته، وبيقول انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، بس حتى ما بيقدمش المشيئة ولا تقول لنا لشيء اني فاعل ذلك غدا. ما تقولش بكره هعمل بكره هعمل وانت مش ناوي تعمل، فقول ان شاء الله وابدا اعمل. فهو بيفضل يقول هعمل هعمل، حرف الهاء اللي دمر معظم المصالح الحكوميه النهارده. معظم الناس دلوقتي عندها مشكله بسبب انها هعمل هعمل سوف سوف سوف، والوقت عمال يتحرك زي ما اتفقنا، يتحرك يتحرك يتحرك، انتهى الوقت، عملت حاجه للاسف. تمام. يجي يوم 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 الجمعه مثلا، معروف ان وهو عارف كويس ان مهم قوي انك تقرا سوره الكهف مثلا، يجي يقرا سوره الكهف هقراها بعد الجمعه، طب بعد العصر المغرب اليوم خلص وما قراش. ده عمي زعلان او عمي تعبان او خالتي في المستشفى، هروح 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 لحد ما صحت الحمد لله وطلعت، هو براحش او ماتت بس على طول هذاكر هذاكر، الامتحان جه وامتحن داخل الامتحان ولسه ما ذاكرش فعلا. حرف الهاء ده او التسوف، وده للاسف ده نوع ثاني. يبقى عندنا شهيد الوقت ده وعظم وقته للمجتمع، وده غلط. والتاني عمال يقول هعمل هعمل لنفسي، وبرده غلط، اللي بيأجل الاعمال يعني. بالظبط. تمام. النوع الثالث بقى، النوع الثالث ده بنسميه سيء التقدير. ده راجل ما ضيعش وقته للمجتمع بس، وما عملش حاجه لنفسه، وفي نفس الوقت ما قعدش يقول لا انا هعمل لنفسي هعمل لنفسي هعمل لنفسي، فوقته ضاع. لا هو فعلا بيعمل، بس عنده مشكله بتنرفز الناس كلها منه. يمكن دي مؤشرات عشان الناس تعرف
وعاوز اتصنف الناس ده سيء التقدير. يعني ايه سيء التقدير؟ يعني هو عنده ميعاد دلوقتي في الحلقه دي دلوقتي مع الاستاذ عاصم، ميعادك الساعه كام؟ الساعه 11. يجي لهم 11 وربع. طب الربع ساعه دي هنعمل فيها ايه؟ لا ده انا عندي محاضره الساعه 9 الصبح. يدخل 9 وثلث. سيء التقدير، ما بيعرفش يقدر المواصلات بتاعته هتاخد منه قد ايه. ده حال المجتمع كله بالظبط، ودي النقطه حضرتك كنت بتتكلم معايا فيها. طب انا مواصلاتي بتاخد ساعه وربع، طب ليه ما اطلعش ربع ساعه كمان بدري علشان خاطر التقدير بتاعي قد يكون لا. معلش تعالى لي دلوقتي، انا عايزك في 6 اكتوبر دلوقتي حالا، يعني عايزك بس في 5 دقايق تبقى هنا. طب 5 دقايق ازاي؟ وممكن الطريق ياخد ساعه لوحده ولا ساعه ونص. فهو عنده مشكله في اداره وقته، فالتايم مانجمنت عنده لا مش واخد باله، لازم يراجع نفسه. سيء التقدير ده لازم يقدر الظروف كويس. ده النوع التالي. النوع الرابع بقى بيختلف عن كل الناس دي، بنسميه منجز كل شيء، وده لقب سخري لان هو في الحقيقه ما بينجزش حاجه. ليه؟ اولا هو مش زي الشهيد الوقت بيضيع وقته للمجتمع، ولا زي النوع التاني اللي هو المتسوف اللي ها 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 عمل لنفسي عمل نفسه ما بيعملش. النوع التالت اللي هو عمال يسيء التقدير، بيروح فعلا وبيعمل بس بيروح متاخر. الرابع ده للاسف عنده مشكله كبيره جدا، وهي ان هو لما بيروح بيكون مدي ميعاد تاني في مكان تاني. هتصل على محمد واحمد وعلي وهبه وسما وقمر وكل اولادي واسماء وما اعرفش مين، وهكلم كل اولادي النهارده. في نفس الوقت عنده تسجيل حلقه من استاذ عاصم، وعنده تسجيل حلقه تانية في قناه تانية، وعنده هيروح مسبيره في المكان الفلاني، وعنده محاضره في الجامعه لان هو اصلا استاذ جامعي. لا ده عنده عياده هنا. ايه ده؟ ده هو طبيب اسنان فعامل 3 عيادات، وهروح هنا قبل الظهر وهنا بعد العصر وهنا بعد المغرب. يبدا يروح هنا ويروح هنا فيتاخر على هنا، فالمرضى اللي عنده ما يجولوش تاني، خلاص ده راجل مش بيقدرنا. وده مؤشر لفشله، ان هو انسان غير ناجح، لانه فعلا منجز كل شيء. بيسموه عنده جدول رئيس الجمهوريه. هو ولا رئيس جمهوريه ولا حاجه، هو عمال يضيع في وقته يضيع في وقته، نتيجه انه حاطط جدول اكبر من حجمه. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. هو حاطط وقت لنفسه، انت ليه بتزود فوق طاعتك؟ ان الله لا يكلف نفس لا يكلف نفسا الا مسعها الا وسعها. ما تحطش انت بقى فوق حجمك، ربنا بيكلفك باللي تقدر عليه، انت بتحط فوق حجمك ليه وفوق وقتك ليه؟ فما ينفعش. ده النوع الرابع. الخامس بقى ده شخص بيختلف عن كل اللي فاتوا، ده شعاره اللامبالاه، لذلك هو النوع العشوائي، عشوائي الوقت. لا يعرف يفيد المجتمع ولا يعرف يفيد نفسه، ولا بيكون سيء التقدير في انه حاطط خطه وعايز ينفذها، في بلان استراتيجي قدامه، خطه استراتيجيه عايز اوصل مكان الفلاني بس بيوصل متاخر. ولا كان النوع الرابع اللي هو عمال يحط اعمال كتير جدا، لا ده لا حط اعمال ولا اهتم ولا فاهم قيمه الوقت، والحلقه بالنسبه له دي حلقه مهمه قوي ولازم يفوق، لان ده غالبا هيجي يوم القيامه يقابل ربنا برضه، يعني بيتحاسب في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا مش ناجح اطلاقا، مش عارف يوصل لاي حاجه. صحيح، ما هو مش عارف ينجز حاجه. ما لم ينجز الا لم تضف للحياه شيئا، الا لم تزد في الحياه شيئا كنت انت زائدا عن الحياه. مقوله لازم تحطها في دماغه كويس جدا. صحيح، ما كنتش هتضيف يبقى انت كده انت زياده على الحياه دي، يعني انت بدك احسن. صحيح، فده بيجي يوم القيامه للاسف بيقف يدين ربنا ومش لاقي حاجه عملها، بيطلب من ربنا رب ارجعوني لعلي اعمل صالح، رجعوني ساعه ولو ساعه، او تقول لنفسه لو ان لي كره يا سلام لو ارجع. لا بس طبعا ده لا يمكن هيحصل، لان هو خسر في الدنيا ويخسر في الاخره، فلازم يراجع نفسه. دول الاقسام الخمسه. طيب انا مش لاحظت يعني مفيش تصنيف يعني يدل على ان في انسان ملتزم ومدرك قيمه الوقت وبينجز اعماله، ده تفسيره بايه بعد اذن حضرتك كده؟ هو في الحقيقه اللي احنا كان قصدي من كده ان دول علماء النفس قالوا الناس اللي بتضيع وقتها اللي عندهاش مفهوم رائع ومدرك كويس للتايم مانجمنت واداره الوقت هم خمسه. فده كان قصدهم. ده برضو معناه ان كمان ان الا من رحم ربي هو اللي بيدرك قيمه الا من رحم ربي اللي حضرتك كنت اتكلمنا عنه قبل الحلقه. ازاي في واحد بيقدر يعمل كل ده؟ بيعمل كل ده لان ده راجل عنده نموذج فعلا عن اداره الوقت. وده اللي هنوضحه يمكن في نهايه الحلقه، ازاي يكون زي الشخص ده، الشخص اللي خد ميزه كل واحد، خلى نفسه اجتماعي، حط اهداف لنفسه بدا يسعى ليها، كان عنده ضبط في التوقيت بتاعه، ازاي يضبط توقيتاته عشان ما يكونش سيء التقدير، كان عنده برضه جدول على قده يقدر ينفذه في نهايه اليوم قبل ما ينام، يبص يلقى نفسه فعلا خلص الحاجه دي، مش عنده 3-4 دفاتر كان المفروض تخلص. صحيح. او انه كان عشوائي، لا ده كان منظم جدا. فهو شخص خد ميزه كل واحد فاصبح النموذجي في الوقت. ده الشخص اللي حضرتك بتدور عليه، واللي نفسنا كلنا نكون زيه، ونفسنا فعلا نغير في ثقافه الانسان المصري والشاب المصري. حاول تغتنم اوقاتك، حاول فعلا تفهم ان اداره الوقت ده جزء كبير جدا من اهم الاجزاء في بناء الانسان المصري اذا ارادت
مصر فعلا ان تنهض وتحط خطه فعلا حقيقيه تضع في اعتبارها ونصب اعينها ان كل واحد في مصر لازم او في الوطن العربي كل شاب مسلم لازم يكون مراعي النقطه دي كويس جدا، يبقى واخد باله ان الوقت طالما بيتحرك وانت ما انجزتش حاجه انت في خطر، خطر شديد جدا. تمام. الوقت من حيث الانجاز. طب هل ظروف الحياه الصعبه او اللي احنا دايما بنحط عليها حجج ممكن تكون عائق في ادارتنا الجيده للوقت يا فندم ولا لا، ولا دي حاجه احنا بنقولها كده وخلاص؟ هو لو اتكلمنا بشكل دقيق بشكل فعلا علمي لا بالتاكيد بتاثر على الوقت، بتاثر. ولكن احنا قلنا مقوله حضرتك بدات بيها انا اشكرك عليها، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. حضرتك ليه بتسمح ان الوقت كل يوم يقطعك؟ حضرتك ليه بتسمح ان انت تكون رد الفعل الرياكشن؟ ليه ما تكونش انت الاكشن؟ ليه ما تكونش انت الفعل؟ ليه ما تكونش انت الفعل؟ ليه ما تكونش انت اللعيب مش الكوره؟ ليه انت اللي تشوط؟ المفروض تشوط مش تشوط. ليه سايب الظروف هي اللي تتحكم فيك؟ لازم تكون انت فعلا واخد قرار الاول، مش سايب المواصلات تعطلك، ومش سايب زميلك ده دايما عمال يعطلك، ومش سايب السوشيال ميديا عماله تعطلك، ومش سايب فلان ده عمال يتصل عليك ويتكلم معاك في وقت طويل جدا، ومش سايب فلان عمال يطلب منك ان انت تيجي تعلمه حاجه فياخد من وقتك طويل جدا، وسايب النوم ياخد من وقتك طويل جدا. ليه سايب الحاجات دي هي الفعل بتاعك وانت دايما بتكون للاسف رد الفعل؟ فالكلام حضرتك فعلا حقيقي وفي ضغوط ومحدش يقدر ينكر، ولكن احنا بنحاول نكون دايما عارفين ان ده منافس قدامك ولازم تبارزه باقوى اسلحتك. بس في المقام الاول ندرك قيمه واهميه الوقت. لو رجعنا كده كل واحد فكر ما بينه وما بين قراره نفسه كم مره وعد صاحبه مثلا انه يقابله الساعه 5 وراح لصاحبه على الساعه 6. اعتقد لو يعني مش هبالغ 90 او 95% مننا كلنا عملنا هذا الموضوع. بالعكس ده في بعض الاشخاص مثلا لما تيجي تقول له انا مش موعدك الساعه 5 وانا موجود الساعه 5 انت ما جيتش ليه، يتريق ويقول لك يا سيدي واحنا رايحين الدوان ولا مثلا رايحين نعمل نخترع الذره. لا ده حتى قيمه الوقت فاذا بقول كده فاتفه الحاجات اعتقد ده ممكن يخلينا نلتزم بعد ذلك في اهم واحسن الحاجات. بالظبط. هو حضرتك هو الشخص ده يعني انا بوجه له رساله لازم تخلي بالك، يعني حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوقت وكان يحب يديره. صحيح. والله هو خايف عليك. صحيح. هو خايف علي وخايف عليك، لذلك قال لك نعمتان مغبون فيهما كسيف. هو ده الشخص حضرتك بتكلم عليه. هو احنا رايحين الديوان حضرتك مغبون، حضرتك لازم راجع نفسك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ، صحتك ووقت فراغك. انت كده بتضيع وقت مش واخد بالك من كده. لازم نرد عليه ونقول له نيو تايمز الامريكيه عملت دراسه احصائيه بتقول فيها الحق، ده انا عملت دراسه اكتشفت فيها ان في مجموعه من الشباب بيضيعوا 3 ساعات يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. على فكره الدراسه دي 3 ساعات بس؟ لا بالظبط بس الدراسه دي، ما هو ده اللي عايز اقوله. الدراسه دي لا يمكن تكون عملت على واقع العربي او المجتمع المصري. للاسف. صحيح. للاسف شبابنا دلوقتي اصبحت كلماته تشبه كلمات الواتساب، وجمله زي جمل بالظبط فيسبوك. نبره صوته اصبحت كنبره صوت الساوند كلاود. عباراته وصوره زي تويتر. اصبح متجسد، جزء متجسد من الواقع الافتراضي للاسف او العالم الافتراضي. ده الموضه كمان يا دكتور دلوقتي، انا بذاكر على الفيسبوك وانا بذاكر على الواتساب مع زمايلي، يعني مش عارف المذاكره الجديده. هو ده هو ده المقبول. هو ده اللي الوقت بيتسرق منه. انا عايزك دايما زي ما اتفقنا ان تكون فعل مش رد فعل. انا عايزك دايما مواقع التواصل الاجتماعي مهمه طبعا ناخدها شعار للتواصل وليس للتفاصل. النهارده في دراسه بتقول ان اللي بيقعد قدام الحاجات دي بيتسبب، يمكن احنا متخصصين في كده، في ان اطفالنا يجي لهم حاجه اسمها بطيء تعلم، وده اقل واصعب واخطر من الطفل اللي عنده صعوبات تعلم. يعني التحصيل الدراسي عنده يكون في خطر. يعني بكره وبعد مش هيطلع بطل. احنا بندور على فن زراعه بطل، وده شعارنا. عاوزين نبني دلوقتي الانسان المصري نبنيه ازاي وهو اصلا هو طفل عنده بطيء تعلم وعنده صعوبات تعلم نتيجه وجوده دائم وجود دائم على التواصل الاجتماعي او الالكترونيات او التاب واللاب. لا احنا كده بنضيع وقت كتير جدا. طيب يعني هتكلم عن بعض الاشخاص اللي بيبقى عندهم وقت فراغ ونيتهم ان هم يستغلوا هذا الوقت بس ما بيعرفوش يستغلوا، ما عندهمش مهاره استغلال وقت الفراغ، رغم ان هم عندهم النيه والقدره عن اداره الوقت لو عرفوا يستغلوا وقت الفراغ ده. ممكن نحله ازاي ده؟ نحله ازاي؟ السؤال ده معناه ان احنا عايزين نحط جدول لوقت الفراغ، جدول بلان استراتيجي قدام الانسان ده. انا خلاص اقتنعت، عرفت يعني وقت، عرفت اهميه وقت، وعرفت ان في اقسام من الناس وبدات اخاف انا واحد منهم، انا اعترفت. طب ادوني الحل، هي الفكره كده معناها كده. انا عايز الحل، ما احنا مش هنفضل نخوف في الناس، راح نحطها على الحنزين حل. فعلا معاك حق،
وانا بشكر حضرتك على السؤال ده وتنويهك للنقطة المهمة قوي دي. الحل ان احنا بنقول تسمع الخطوات اللي هقول لك عليها دي. الخطوات دي حطها واحد اسمه ستيفن كوفي. ستيفن كوفي ده واحد من العمالقة اللي اتكلموا في إدارة الوقت او الإدارة بصفة عامة، وعمل كتب واتنشرت وخدت جوائز وخدت مبيعات غير طبيعية وترجمت لكتب كتير لغات كتير جدا. ستيفن كوفي ده راجل بيتكلم على تقسيمة كده بيقول لك اسمها استراتيجية التاءات الخمسة. التاءات لأنها بتبدأ بحرف التاء وهم خمس حاجات. واحد، تحديد الأهداف. اثنين، ترتيب الأولويات. ثلاثة، تفويض الأعمال. أربعة، تحديد الزمان. خمسة، تقييم الأداء. الكلام الكبير ده نرجع نبسطه تاني. واحد، تحديد الأهداف. تحدد هدف بالظبط. بيقول لو سمحت، لو سمحت أول ما تصحى ابدأ اكتب انت ناوي تعمل ايه النهاردة. صحيح. اكتب اسقاط الأفكار على الورق، دي مهمة قوي. اكتب، نزل فكرة في دماغك، نزل الهدف ده على ورق عشان يبقى نصب الأعين ما تنساهوش. أقوى قلم، أضعف قلم أقوى من أي ذاكرة، حطه قدام عينك اكتبه، علقه. صحيح. العلماء والناس العظام في نوتس عندك حتى على الموبايل بالظبط. خليك، خلي الآلة اللي معاك دي مفيدة ليك في كده علشان خاطر يبدأ تفتكر فعلا. تمام. فتحديد الأهداف دي أول حاجة لازم تقوم بيها. تقوم بدري، عمال يتكلم في تقوم بدري، عمال يتكلم في ان انت لازم تصحى بدري عشان تنجز. السيدة عائشة كانت بتقول استعجل، انا بتعجل ازاي؟ ده بيطلب الرزق، جاي يطلب الرزق بعد ما الشمس طلعت. طب تعالي يا سيدة عائشة شوفي حالنا دلوقتي، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، تعالي شوف حالنا. في ناس بتقوم الساعة 11 الظهر، 12 الظهر، 3 العصر، في ناس بتقوم الساعة 7 لانه كان سهران لسبعة الصبح. طب ده جاي يطلب رزق منين؟ هتشتغل ايه؟ وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. النهار لازم تتحرك، لازم الانسان يبقى فاهم كده. بناء الانسان المصري لازم يكون فاهم ان انت لازم تتعب وتنجز مهما كانت الضغوط، مهما كانت الظروف. انا مش عايز احملك فوق طاقتك، انا عارف قد ايه الظروف الايام دي صعبه على الكل وعلى الشباب، كان الله في العون، بس مش معناه انك تستسلم وتسمح للوقت انه يكون سيف يقطعك. يبقى دي النقطه الاولى، تحديد الاهداف، لازم تحدد اهداف. النقطه الاولى الثانيه، ترتيب الاولويات. يعني انا حطيت اهداف، ابدا اشتغل على الاهم وبعد كده ايه المهم. يعني المهم دي حاجة كويس، لكن الأهم إيه؟ إيه الأهم في جدول أعمالي ده أقوم بتنفيذه قبل ما الوقت يخلص؟ في التوقيت المناسب لازم أراعي الأمور زي دي. ستيفن كوفي لما حب يعلم تلاميذه النقطة دي جاب حاجة كده، يعني خلى الموضوع عملي، سيكشن كده، جاب الشباب تعالوا وجاب لهم وعاء كبير كده ومجموعة من الحجارة صغيرة ومجموعة من الحجارة الكبيرة، وقال لهم يلا أنا عايز الوعاء ده يتميلي بالحجارة دي. فللأسف راحوا عملوا إيه؟ راحوا مسكوا الحجارة الصغيرة وحطوها الأول، فملت الوعاء كله، فجي حطوا الحجارة الكبيرة فبدأت تقع. يحطوا إذن الوعاء مش هيستحمل كل حاجة. فيستحمل إزاي؟ إنك تحط الأهم وبعد كده المهم. فقال لهم بصوا نحط الحجر الكبير والفراغات اللي في النص هتشيل الوعاء الحجارة الصغيرة. شفت الفكر، شفت الأداء، شوف الناس اللي فاهمة بسكشن عملي كده، حاجة عملية فهمهم إن لو سمحت الحاجة اللي مش مهمة قوي قول لها لأ. لازم نتعلم استراتيجية لأ دي. الحاجة اللي هتضيع وقتك، الفيسبوك اللي هياخد من وقتك وقت المذاكرة، قول له لأ. زميلك اللي هو عايزك تنزل وتقعد معاه في كافيه وتضيع وقت وتسهر وتضيع وقت وتسهر ويروح عليك في صلاة الفجر وما تقومش بدري وتضيع المحاضرة، قول له لأ. لازم تقول له لأ، لأن هيجي في الآخر تطلب من ربنا العودة فيقول لك لأ. فأنت اللي تقول لأ في الدنيا قبل ما تتقال لك في الآخر. فدي كانت نقطة مهمة قوي، اسمها النقطة الثانية، ترتيب الأولويات. النقطة الثالثة، تفويض الأعمال. يعني ايه تفويض الاعمال بقى؟ بيتكلم هنا على ان انت بتروح تحط الجدول، بعد كده تقوم تتنفذ الحاجات المهمه. حسيت بزنقه وقت، حسيت بان المهمه دي مش بتاعتك مش هتقدر عليها، لكن اخوك يقدر يعملها. لو حضرتك مدير شاطر كويس جدا بس الوقت والمهمات اللي عندك كبيره قوي، فبتبدا توزع. سكرتاريه ممكن تقوم بالادوار دي، المدير التنفيذي ممكن يقوم بدي، الشخص المسؤول عن التسويق ده كويس قوي في التسويق وازاي يبدا يشتغل على السيلز والمبيعات والكلام ده، يبدا يفوض ناس في انها تنفذ المهمات دي. فدي النقطه الثالثه وهي تفويض الاعمال. لو جينا ده على المستوى الاداري دلوقتي، والله لو رجعنا، يعني انا دايما افخر النبي عليه الصلاه والسلام هو النبي بتاعنا وبيعلم الناس كلها، جاء رحمه للناس كلها العالمين، فبيعلمهم ازاي تقدروا فعلا تشتغلوا على نقطه تفويض الاعمال دي. جي رحمة للناس كلها، عايز يعلم الناس ازاي تدير وقتها كويس. فلو جينا شفنا نموذج واحد بس زي نموذج الهجرة، هاجر من مكة للمدينة اكيد في حاجات لازم يقوم بيها. فقال سيدنا ابو بكر اشتري دبتين، يبقى اول حاجة فوض سيدنا ابو بكر ان يشتري دبتين كده عشان يقدر يسافر بيهم، كأنك بتحجز
تذاكر السفر، فانت مزنوق جدا، لكن صاحبك شغال في الشركه بتاعه الحجز دي فهو اللي هيحجز لك، بتفوت. دي نقطه. لما جاب سيدنا علي وقال له لا انت ممكن تبات في الفراش مكاني عشان اقدر اتحرك، بيفوض ناس، شوف ده شجاع ابدا نام مكاني، شوف مين اللي يقدر يحمل الطعام والشراب والزاد، الاستراتيجيه التموينيه السيده اسماء بنت ابو بكر، مين اللي يمشي وراه يخفي الاسرع، عمال يفوض ناس. ازاي فعلا تقدر تفوض الناس لاداره الاعمال؟ يبقى تفويض الناس اللي ممكن تقوم بالاعمال بتاعتك، دي نقطه مهمه قوي. النقطه اللي بعد كده بيتكلم عن تحديد الزمان. يبقى احنا عمالين نمشي نراجعهم تاني، تحديد اهداف، ترتيب اولويات، تفويض الاعمال، تحديد الزمان. يعني ايه تحديد الزمان؟ تحديد الزمان يقصد به ان انك تكون عارف ان اليوم بتاعك ال 24 ساعه دول ممكن نقسمهم لثلاث حاجات. الحاجه الاولى اسمه الوقت، الوقت مدفوع الثمن. يعني ايه وقت مدفوع الثمن؟ يعني ما تروحش تقول لي صحت انا ما تشغلش دماغي باداره الوقت، اصلا انا بشتغل. على فكره كل الناس بتشتغل، فما تقوليش انا بشتغل، تمام. ما تقوليش اصلا انا طالب في جامعه فبروح من 8 الصبح ل 2 4 العصر، فما عنديش وقت لاداره وقت، مش عارف ادير وقت، انا راجل مشغول. لا، كل الناس بتشتغل، تمام. كل الناس بتروح دراسه. سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر كان بيسيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويروح عنده بيزنس بره المدينه، وبيروح وبيتاجر وبيع ويشتري، ما فيش حاجه. صحيح. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان تاجر، لكن كان يعرف يعبد ربنا، يعرف يشتغل، يعرف يبقى تاجر شاطر، يعرف يدخل الجامع، ناس فاهمه بتعمل ايه كويس. تمام. شوف الناس الناجحه، شوف مايكروسوفت دي وصاحبها عمل ايه ووصل ازاي. فدي نقطه مهمه قوي، اسمه الوقت مدفوع الثمن. الوقت الثاني اللي هو وقت الروتينيات والواجبات، اللي هو الاكل والشرب والنوم. خلي بالك من النقطه دي، في ناس، يعني انا اعرف واحد قال انا مره نمت 21 ساعه، 21 ساعه متصله. طب انت صحيت الثلاث ساعات تعمل فيهم ايه؟ انت نايم كل ده ليه؟ فلا، خلي بالك من الوقت، النوم، وقت الاكل، وقت الشرب. يعني في واحد اسمه ابراهام ماسلو، واحد من علماء النفس، بيقول ان ده هرم الاحتياجات، سماه هرم الاحتياجات. قعد 11 سنه بيتكلم في هرم الاحتياجات ده، من ضمنه الحاجات الفسيولوجيه، اكل ونوم وشرب، فلازم تنظمه، دي حاجه مهمه. جميل. اخر حاجه في تنظيم الزمان او الوقت اسمه وقت المصغر، اليوم المصغر، ده اللي احنا بنتكلم عليه، وده اللي في واحد اسمه روبن شارما، ده المدير التنفيذي لشركه، للمدرب الشخصي، المدرب الشخصي للمدير التنفيذي لشركه مايكروسوفت، والمدرب الشخصي للمدير التنفيذي لشركه نايك، هو المدرب بتاعه، فحد تقيل جدا في مجال اداره الوقت. بيتكلم على الوقت المصغر ده، سماه الوقت البلاتيني. يعني تدخل قفز من الزجاج وتعزل نفسك عن انت شايف كل حاجه، لكن انت دلوقتي في وقت مصغر، يوم مصغر. ده المعني باداره الوقت ده. يعني انت راجل عندك وقت واجبات، وعندك وقت المدفوع الثمن، بس ده التوقيت بحدده انت بالليل بالنهار، تقعد تذاكر علم نفس اللي انت عايز تبقى حاجه كبيره. أيوة. عايز تبقى حد من اللي اكتشفوا مشاكل التوحد، يعني الوقت اللي بختص بيه لنفسي زي ما بيقولوا، الواحد بس وتقدر على العالم وتقدر تبني فيه المجد الشخصي بتاعك. تمام. انت عايز حد، عايز تكون حد من الناس اللي اكتشفت سبب لاسباب اضطراب التوحد او علاج للتوحد بتاع الاطفال. تمام. لان انت راجل متخصص في النقطه دي، يبقى في ساعتين ثلاثه من وقتك في النقطه دي. الجزئيه الخامسه بس عشان الوقت. الجزئيه الخامسه بنتكلم فيها، ودي ابسط حاجه، ان خلاص انت الخطه دي نفذتها، وجيت في اخر اليوم بقى تقييم الاداء. انت عملت ايه؟ زي ما بيقولوا كده، حاسب نفسك بالظبط. انت عملت ايه؟ والله انجزت 70%، طب 30% ما اتنفذتش ليه؟ علشان في حاجه عطلتني. طب خلي بالك 30% هتنزل في جدول بكره، وشوف الحاجه اللي عطلتك حاول ما تخليهاش تعطلك. صحيح. هتتراكم عليك برضو في جدول. بالظبط، هتتراكم عليك وهتبقى مشكله عندك تاني. فانت بتحاول واحده ورا الثانيه ولا الثالثه، انت هتحس بقيمه الوقت، هتحس بالحياه كلها. انا راجل متخصص في علم النفس، اعرف كويس الانسان مش بينظم وقته، بيبقى عنده انعزال، بيبقى عنده اكتئاب، ديبريشن، ديس اوردر. صحيح. اعظم مرض نفسي موجود في العالم دلوقتي. صحيح. بيتسبب في الانتحار. حضرتك مستني تنتحر؟ خلي بالك من نفسك، لازم تنفذ الخطه دي علشان ما تحسش بالملل. صحيح. وتقعد بقى في المترو عمال تشغل جيمز وتشغل حاجات اصلا ملل. طب ما تشغل حاجه تقراها، طب ما تشغل حاجه مفيده تسمعها. صحيح. طب ما تخلي بالك، اصل الجيمز والهاند فريدم خليك عامل كده. ففي راجل كبير في السن قدامك مش قادر تقعده، لان انت يعني منعزل وعايش في العالم الافتراضي. صحيح. فالامور زي دي مهمه قوي.
محاضرة في غاية الروعة رغم قصر وقتها. أعتقد يعني إحنا محتاجين وقت تاني عشان نقدر نوضح يعني كل ما يخص الوقت، ولكن أعتقد حضرتك زي ما بقول كده أوجزت فأنجزت. يعني بحيي جدا دكتور منتصر، ومهم جدا إن إحنا ندرك قيمة وأهمية الوقت في حياتنا، ومهم جدا إن إحنا نطبق ده فعليا على أرض الواقع. والأهم زي ما قال دكتور منتصر وختم بيه كلامه، إن إحنا نحاسب أنفسنا في نهاية اليوم، نشوف إحنا أنجزنا إيه من الأجندة اللي إحنا وضعناها مع بداية اليوم في إدارة الوقت بشكل عام. نتمنى رب التوفيق وإن كل واحد فينا كده ربنا يقدره في إدارة وقته لما هو صح. بشكرك جدا ضيف العزيز دكتور منتصر العيدي، أخصائي صحة نفسية وتخاطب أطفال، شرفتنا يا فندم، وبحيي جدا والله على هذا الكلام الثمين. شكرا لك. شكرا حضرتك يا فندم. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام بعض الفاصل وختام موسكي في فقرة حوارية أخرى في ساعة صبحية، انتظرونا.